اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. دوسوا البدله او بيجامه الرياضه ما في مشكله، واعملوا احماء. اللي ما بيعرف شو لازم يعمل وقت الاحماء يفوت على قسم الفتنس ويعمل احماء ويرجع يبلش بتمرين الكاراتيه. راح نبلش. الدرس الماضي تعلمنا التشودانسوكي. تشودانسوكي هو على قسم المعدة. تشودانسوكي وتسوكي يعني لكم، يعني لكم على المعدة أو البطن. اليوم رح نتعلم الدفاع للتشودانسوكي. طبعا بغض النظر عن قواعد التشودانسوكي اللي حكينا فيها المرة الماضية، اللي هي منتصف تماما، استقامي من هون، تمام من هون، نقطة المنتصف كمان وقت التبديل، بالهيكتي كمان أنه لازم تكون مشدودة للأخير، تمام؟ يعني ما لازم تكون هيك، لازم تكون مشدودة للأخير، حتى الجانب كمان هم لازم تكون مستقيم. الشوط عمسوكي مثل ما حكينا بالدرس الماضي هي هون. الدفاع لإلها رح يكون هو سبوت أوكي. بغض النظر عن اللهجة اللي أنا عم أحكي فيها، ممكن تكون بغير طريقة تنحكى، لأنه نحن عرب وأسماء الحركات اللي بالياباني، يعني في لفظ الحروف بيختلف من بلد لبلد. مثل المشكلة هاي لأصلا مثلا بألمانيا بدل ما يقولوا هيزا، هيزا يعني الركبي، يقولوا هيتسا، لأنه الزيت اللي بينقرأ بألمانيا تست. بغض النظر عن اللهجة اللي عم بحكي فيها، حاولوا تاخذوا المعنى أو الفكرة بشكل إيجابي اللي أنا عم بقولها عشان نقدر نكفي سوا. تشودانسوكي الدفاع لإلها صوته أوكي. صوته أوكي اللي هي من هون للأمام في دوران بالإيد. الدفاع رح نجي لخط المنتصف دائما، لأنه الشخص اللي بده يكمني على المعدة، إذا تشودانسوكي فاتح على المعدة فلازم يكون في دفاع إلى صوته أوكي. طبعا في أكثر من طريقة، في ممكن تتأخذ من هون من أمام، طبعا في دوران الإيد ما عم تنزل نزول، عم تنزل إلى قريب من خط المنتصف، بعدين عم بعمل فيها الدوران البسيط اللي هو مع الورق اللي أنا عم أشتغل عليه. إيد رح تطلع من هون وتنزل لتحت على مستوى الكتف، رح تكون كمان هون، ما رح تكون بشكل مستقيم، رح تكون داخل كمان لجوا شوي، وممكن تتأخذ من هون كمان. كمان هذا صح، من هون أو من هون. رح نبلش بالعد. طبعا في دفاع مع، رح ناخذ بس جهة واحدة اللي هي من هون. اتش ني سان شي كو، ما حكينا الحركة ممكن تتأخر من هون أو من هون، اثنيناتهم صح، بس مو مرة من هون ومرة من هون، يا أما كله هيك من هون، يا أما كله من هون أو من هون. المعايير اللي بدنا نلتزم فيها مثلا اللي هي الزاوية اللي من هون اللي 45 درجة مثلا، الارتفاع على مستوى الكتف، و متخطى المنتصف، القبضة دي الساعد هذا اسمه الأودي، متخطي المنتصف الجسم هذا اسمه أودي. دفاع يعني أوكي، صوته أودي أوكي، بس كتير متعارف عليها صوته أوكي وبيوقفوا عند الكلمة، بس هي كمصطلح كامل اسمه صوته أودي أوكي. الجهة الثانية أو الإيد الثانية اللي هي راح تكون الدفاع، دفاع نطلع لقدام في صوته اوكي من هون. هيكتي عم تنسحب كمان، مثل كأني عم
اصطدم بحدا، يعني ما راح يكون هيك بس، يعني كأنه عم اصطدم بحدا الورا. ام بي هو اسمه ام بي. اثنين مع بعض بهدوء، واحد اثنين سان شي جو. هنجرب ناخذ الجهه الثانيه كمان، واحد اثنين سان شي جو. رح نعمل شوي سرعة وشوي قوة بالحركة مع النفس الزفير، هذا كثير مهم وما لازم تطلعوا من هون بالمرية، مو بس من هون. رح نجرب سوا، رح اشتغل خمس يمين خمس يسار، يمين يعني ميجي، يسار يعني هيداري، خمس هيداري وخمس ميجي. صوته اوكي او صوته اودي اوكي. اتش اي سان تشي هو جاتني اتش مي سان تشي هو. حركتنا الثانية لليوم هي جوردان سوكي، جوردان سوكي أو جوردان سوكي هي تماما مثل جوردان سوكي بنفس الشروط بس لكن على الوجه. عشان ما نشرح كثير، نفس الأداء، خمس مرات يمين خمس مرات يسار. رح نوقف عادي خمس يمين خمس يسار أو عشر عدات مع التبديل. اي سان تشي هو اد سات ات كيو جو. الحركة اللي بعدها هي الدفاع للجودان سوكي، اسمه جودان اكي اوكي، جودان اكي اوكي عادي، المهم الحركة تكون واضحة. كمان الحركة من قسمين بنفس الوقت، يعني باليمين واليسار، بس أساس الحركة اللي هو اللي فوق هذا أهم شيء، الدفاع ممكن نتعلمه كمان اليوم. الجوران أكي أوكي عم أخذنا نحن إنه هذا اسمه أودي، ونحن أخذنا صوته أودي أوكي، هلا رح يكون جوران أودي أوكي. كمان نفس الشيء، نطلع لفوق في دوران بالإيد. الشغلة اللي لازم نهتم فيها هي ارتفاع الإيد، ما تكون كتير عالي وما تكون كتير واطي، لازم يكون ارتفاع قبضة عن الرأس بالشكل هذا، كمان هو مستقيم، ما لازم تكون لتحت أو بأي شكل ثاني، لازم تكون مستقيمة من هون كمان مستقيم. نشتغل خمس يمين خمس يسار بهالأداء بس بجهة واحدة، من الهيكتي نطلع لفوق جودا اكي اوكي. اتش اثنين سان شي كو. جهة الثانية اتش اثنين سان شي. راح نشتغل مع الدفاع كمان، هذا الكيهون هو المبدا تبع الحركه، راح نشتغل الاداء هذا بكل المراحل الجايه، عشان هيك لازم نركز على هذا، على هذول الاساسيات. يعني جودا اكي اوكي باليمين باليسار قطع دفاع بشكل مستقيم من الهيكتي. هلا اللي فوق تنزل هيكتي كما حكينا امي او هيكتي، طبعا هي هيكتي بس مش كانها حطت حدا بالامي. ف دفاع راح نشكل الاكس هذا بطريقنا وتطلع اكي اوكي لفوق وهيكتي لتحت. مره ثانيه مره ثانيه
كمان مرة من يمين. ولازم الجوال أنا أكيد تكون من برا، يعني من برا مو من جوا، لازم من واثنيناتهم يلتقوا بالمنتصف، يعني بمنتصف جسمي أنا. بلش كمان خمسة وخمسة، اتش اثنين سن شي دن اتش اثنين سن شي كو. بصن حاليا حاجة مبدئيا بكفي، رح اعمل عادة سريعة شودا سوكي صوت اوديو كي جودا سوكي جودان اكي اوكي ملاحظة أخيرة بحركة الهجوم جودان سوكي أو جودان سوكي، المعدة بتكون باتجاه الأمام، يعني لكل اللكمات هجوم إلى قدام، بالدفاع بيكون المعدة لبرا. خلينا نحكي عن ربطة الحزام أو المعدة تكون لبرا، يعني جودان سوكي للأمام، جودان سوكي للأمام، صوت الأوديو كي لبرا برا، جودان أكي أوكي برا وعلى النظر للأمام. وهيك بنكون خلصنا كل الحركات بالنسبة لليوم. أهم شيء التكرار والتمرين، لازم تعيدوا الحركات وتشتغلوا عليها بالبيت. إن شاء الله أكون قدرت فدتكم اليوم، نلتقى بدرس جديد إن شاء الله، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة واعملوا مشاركة للفيديو إذا حبيتوا تفيدوا حدا تاني إذا كان المقطع مفيد بنظركم، ونلتقى مرة جاية إن شاء الله، وسلامات.